الوصول إلى السابقة يعني رؤيتي أنا للصالون الكواكبي الصالون يهتم بحوارات الدين والدولة والسياسة قضايا مكالمة الحساسية يحاول أن يجسر القوة بين الأصحاب المرجعيات المختلفة يحاول أن يتجاوز التصنيفات التي سببت تفندقا وانفصالا كبيرين بين أبناء الوطن الواحد بحجة الخلاف الأيديولوجي لدينا طبعا تحفظا منذ زمن طويل على التصنيفات لأنها تصنيفات لم يعني تعنى بركن أساسي من أركان التصنيف بمعنى إذا سمحتم لي أن أوضح كانت التصنيفات يضعها أصحابها بإرادتهم والتصنيف لا يكفي فيه أن تشاء أنت أن تصنف يلزم أن يكون هناك قابلية في الأشياء أن تصنف فنحن إسلاميون وعلمانيون كما أردنا نحن أن نكون ولكن هناك قواسم مشتركة كبيرة بيننا قد إذا استطعنا أن نقبض على فحوى هذه القواسم قد تزول هذه التصنيفات من أساسها صالون الكواكبي هو أحد المؤسسات التي تحاول أن قلت كما قلت أن تجسر القوة بين أبناء الوطن الواحد والمرجعيات المختلفة هو يعنى بإبراز التيارات الدينية غير المتطرفة وبالغة العنف هذا أولا ثانيا اهتم بدرس وبحثي وتعميق الوعي بالحقول الدلالية الثلاثة الحقل الدلالي الحقل الدلالي للدين الحقل الدلالي للدولة الحقل الدلالي للسياسة ضبط المفاهيم هذا مسألة بالغة الأهمية لأن ثمة فوضى في المصطلحات كما يقال فيما يخص هذه المسائل بالتحديد أكثر من فوضى المصطلحات التي تسود في الكون العربي بشكل عام هذا من حيث التعريف المختصر للصالون طبعا سيقيم صالون كواكبي فعاليات دورية محاضرات وندوات وورشات عمل ولقاءات حوارية كهذه ندوات بحثية أيضا في المستقبل إن شاء الله لن تقتصر فقط على مشاركة سوية سوف يدعى إليها باحثون من الدول العربية قد يكون من دول غير عربية أيضا إن شاء الله الأمر الثاني الذي كنت أريد أن أضيفه أنا أن الحوار يتطلب أداتين لا بد من وجودهما في رأيي المتواضع طبعا بكل تواضع أقول إن ما منع وأعاق الحوار عن أن يؤتي أكله أننا كنا نتحاور من ضمن منظوماتنا المغلقة من دون أن يتعرف كل منا على منظومة الآخر وحتى لو أراد أن يتعرف عليها فكان عبارة عن انطلاق من أرضيته بدون الغوص عميقا في منظومة الآخر هذا ما نسميه الوعي بالمغايرة علينا أن نمتلك وعيا بالمغايرة أن نمتلك وعيا بالمغايرة وأن نكف عن ممارسة الوعي بالمماثلة الذي يتصل فيه صاحبه على تقليب النظر في منظومته وفي أفكاره هو وقد يصل بها إلى عمق معين وممتاز ولكن فتح الآفاق يتطلب وعيا بالشيء وضده يتطلب وعيا بك وبمغيرك قلنا مرة أن ماركس ولا أدري إذا كان يساريون الآن ماركس قدم أداة قادرة على تمليكنا وعي بالمغايرة عن طريق السرعة الأفضل وعي بالشيء وضده ولكن يساريين العرب استخدموها للتعبئة السياسية ولم يستخدموها للتعبئة بالوعي كان وعي بالمغايرة يتعالى على الآخرين ويعتبر أنه هو مالك الحقيقة المطلقة يوافقني الدكتور عبد الله كلاه على هذا وأنه هو من قبض على قوانين التاريخ وقوانين المادة كان الأجدر أن تستثمر هذه الأداة لتعميق وعي النخب ووعي غير النخب بالأشياء ونقائدها
بالأشياء وأفضلها والخروج بهذه وحدة تركيبية أعلى، تستطيع أن تكرس الوعي وتستطيع أن تصل بين المختلفين. إذن هو أولا الوعي بالمغايرة أداة أعتقد أن الحوارات يجب أن تستثمرها، يجب أن تعدها أداتها الأولى لكي يكون الحوار مثمرا. والكف عن الوعي بالمماثلة الذي أخذناه من الفلسفة التأملية الغربية. الأمر الثاني أن يكون حوارنا ليس قائما على إثبات المقدمات الجدلية التي لا مجال ولا سبيل للقطع بيقينيتها، طالما استنزفنا جهودنا في محاولة كل طرف منا أن يثبت مقدماته النظرية إثباتا قطعيا، وهي مقدمات جدلية لا يمكن الوصول فيها إلى أحكام قطعية إلا عند المدرجين طبعا. الأيديولوجيا هذه هي التي أعاقت الحوار عقودا طويلة. الاستدلال المطلوب اليوم هو غير الاستدلال البرهاني الذي يعنى بإثبات المقدمات إثباتا قطعيا. الاستدلال الذي يعتمد في الحوار الذي يصبو إلى الوصول إلى نتيجة هو الاستدلال الحواري، الاستدلال الذي يضع المقدمات بدالة الغايات. غاياتنا المشتركة وهي واضحة ومعروفة ولا تخفى على أحد ونستطيع أن نصل إليها بدون جهد، وخصوصا في ظل المأساة التي يعيشها أوطاننا. لدينا غاية الخلاص من الاستبداد بكل أشكاله، استبداد النظام السياسي واستبداد التطرف، لدينا غاية تحرير بلدنا، لدينا غاية بناء دولتنا المدنية الديمقراطية. بدلالة هذه الغايات يجب أن نضع مقدمات الحوار وأن لا نخوض في جدلات ميتافيزيقية جدلية لطالما أرهقتنا وأرهقت محاورينا ولم نصل فيها إلى شيء. هذا الأمر الثاني. إذن هما أدتان، الوعي بالمغايرة والاستدلال الحواري. الأمر الثالث أننا كما لاحظتم أو أرجو أن تلاحظوا، عندما وضعنا تعريف الصالون لم نتطرق إلا إلى القيم الحديثة وشرحت بأنها ديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. قيم إنسانية كونية، بمعنى أن ما نريد أن نصل إليه في حواراتنا ليس رائزه ومعياره ومقياسه القيم الغربية. هذا أيضا يصادر على المطلوب سلفا، أن نأتي لكي نقدم اعتذاريات للآخرين للأبناء الحضارات الأخرى لأننا متأخرون عنهم ونريد أن نصل إلى قيمهم. هذا في رأينا يشل الحوار منذ البداية. لدينا منظومتنا الحضارية تحتاج إلى تطوير وتحديث، تحتاج إلى حث وإضافة، ولدينا منظومات نستطيع التعرف عليها ونستطيع أن نأخذ منها ما ينفعنا وأن ننبذ منها ما يضرنا. إذن ليست القيم المطلوبة قيما هي كخصائص الأشياء قيما ذاتية، القيم المطلوبة قيما نصنعها نحن بما ينفعنا. هنا قد نشير بشكل سريع إلى أن أحد مقاتل الفكر العربي الذي يعني لم يتح لمن كشفوا هذه الثغرة بسبب عقود الانحطاط الطويلة هو عقد المصطلحات مطابقة للماهيات وعقد القيم خصائص ذاتية للأشياء. هذان خطأان فكريان سببا كثيرا من التراجع والنقص. أكتفي بهذا وشكرا.